يا حبيبي ربنا يخليك ليا، بس انت ليه عملت وديعة باسمي؟ ايه اللي خلاك تفكر في كده؟ عشان اللي في بطنك يا ميرفي. يا حبيبي اللي في بطني ده انت ان شاء الله اللي هتربيه وهتكبره وهتجوزه، زي بالظبط ما عملت مع رجب ورقي. يا ميرفت يا حبيبتي، احنا هنداري الحقيقة ونغلط نفسنا. صحيح الأعمار بيد الله، بس أنا خلاص مش هعيش قد اللي عشته، ويا عالم ألحق بكرة ولا محقورش. هات الشر عنك يا توتي، لو سمحت ما تقولش كده. عارفة يا روح قلبي، انت لما تحسبي اللي اتصرف على رجب من مصاريف تعليم وخطوبة وشبكة، وتحطي عليهم تمن الشقة والعيادة اللي باسمه، هتعرفي ان اللي عملته ده رضيت بيه ضميري وما ظلمتش حد. ما تقلقيش يا حبيبتي، ما تقلقيش، انا لما حسبتها لقيتني ماشي بما يرضي الله. ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا بنتي. بقول ايه؟ نعم يا حبيبي. ما يلا بينا نتعشى دلوقتي بقى، لحسن انا سامع البيبي عمال يوقوى. سامعه؟ اه طب حاضر، يلا نتعشى. يلا بينا يا حبيبي. ايه ده يا محمود؟ قطرة دي؟ هي زي القطرة بس مش قطرة. كل اللي هتعمليها حلوة انك هتحط نقطتين على كوباية الشاي اللي هتشربها الهانم. ودي مش خطر؟ لا 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 لا، لا خطر ولا حاجة. كل اللي هيحصل ان الست ميرفت هانم بعد ما تشرب الشاي هتحس بشوية مغص بسيط، بعديها اللي بطنها هيزحلق بمفعول النقطتين دول، ونخلص منه ولا من شاف ولا من دري. ودي مضمونة دي يا محمود؟ إيه اللي مضمونة؟ طبعاً دي تركيبة حمزة زقزوق العطار، هو اللي عاملها بنفسه، ويا ما سقط ستات كتير قبل كده. بس بقولك إيه، أنا فهمته إن التركيبة دي ليك أنتي، يعني لو شفتيه ولا قابلتيه قولي له إنك أنتي خدتيها وعملت المطلوب وشكري له. حاضر، بس إيه؟ في إيه تاني؟ يعني لو حطيت منها نقطتين في الشاي طعمه مش هيتغير ولونه مش هيتعكر؟ لا 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 لا، ولا يتغير ولا يتعكر. بقولك دي توليفة أعشاب، طعمها زي طعم الشاي، يعني اللي هيشربه ولا هيحس بأي فرق. بس زي ما فهمتك، نقطتين رقاية، نقطتين مش أكتر. ربنا يستر، هو عارف اعملها؟ هتعرفي طبعا. انت كل اللي مطلوب منك انك انت لما تروح الفيلا بكره ترسمي التت وتعملي التمثيليه اللي هي زي ما حراسيك انا بالظبط، فاهمه؟ ركزي معايا بقى عشان اقول لك ايه الدور اللي انت هتعمليه. ماشي ماشي. ضربني يا بابا. ضربك بهدلني يا بابا، قطع لي شعري. وامك كانت فين لما ده حصل؟ ما احنا يابا ما بيتناش عندها امبارح، روحنا على بيتنا علشان شحات الصغير عمال يزن ومخلي اخويا رجب مش عارف ياخد راحته لا في النوم ولا في قرايه كتبه. وسمعت كلامه يابا، واول ما روحت اتلكت لي ياختي على حاجه ما تستاهلش، ونزل فيا ضرب يابا وقعد ما كده. طب بس بس بس، انا ربيتك يا محمود بصحيح على الغلطه دي، ما بقاش انا شحاته. معلش يا شحاته، قالك بقى انك تتكلم معاه بس بالهداوه والذوق، وتفهم انه اللي عمله ده عيب ما يصحش. اكتر حاجه تكره ست جوزها انه يضربها وهنا بالشكل ده. يا ميرفت الواد انا عارفه ما تنفعش معاه الهداوه ولا المسايسه، ده ما يجيش الا بالدق على دماغه. دق ايه بس؟ دق ايه؟ انت بس اتكلم معاه بالذوق وفهمه بس غلط وهو هيفهم ان شاء الله. انت المهم ما تنفعيش عشان خاطري. لا مؤاخذه يا اختي، ان انا جيت لكم كده من غير استئذان ومن غير تلفون. هاي ما تقوليش كده رأي، اصحابي البيت بيتك في اي وقت شرفت. ما انا عارفه يا اختي، علشان كده جيت من غير ما افكر. قلت ليا مين اشتكي له غير ابوي حبيبي؟ مين لما تكون دماغي وجعاني احطها على صدري عشان ارتاح؟ بس بس، وجع في قلبه هو واللي خلفوه. انا هرد لك اعتبارك منه، اخليه يجي يبوس ايدي كوش وضهر. الاقيه فين الواد دلوقتي؟ علمي علمك يابا، ده خرج من الصبح وبعديها خدت ابني ورحت على امي على طول عشان اسيبه عندها وجهش تجيلك. طيب انا هعرف ازاي الاقيه الواد ده، هجيبهولك هنا لحد عندك، لحد عندك. انا هعرف ازاي الاقيه. الشاب فكرة يا عمي، تحت امرك يا ست هاني. بس يا رؤية، بس عشان خاطر ما تعيطيش. بس الو، ايوه حسن افندي.
انا عايزك تسالي عن محمود جوز بنتي وتعرف لي هو فالي داهيه دلوقت. انا معاك. مش بابا قال لك هديلك اعتبار؟ اشرب الشاي بقى. كتر خيرك يا اختي، تسلم ايدك. الف هنا لو فيها رزاله ممكن كوبايه ميه ساقعه لحسن ريقي ناشف. يا خبر من عينيا، انا هجيبها لك بنفسي. كتر خيرك يا اختي. ما تقلقيش يا حبيبتي، هجيبهولك لحد عندي، حتى لو كان في بطن امه هخرجه من بطن امه واجيبهولك لحد عندك. بس ايوه يا حسن افندي. موجود فين؟ في 6 اكتوبر. طيب ابعت اي حد من السواقين الموجودين عندك. اتفضل يا رب. وخليهم تسلم ايدك يا اختي. عندي هنا. ايوه في الفيلا. هلي الله يهنيكي. في ايه تاني؟ المهندس عماد يا سيدي، اصرف له اللي هو عايزه. ايوه ايوه، اصرف له كل طلباته، خليه هو بقى يتصرف بمعرفته. يلا مع السلامه. ولا يهمك يا حبيبتي، ساعه زمن واحده هتلاقيه عندك هنا، وانا اقرص لك ودانه الاثنين واضربه بالصرمه القديمه. ربنا ما يحرمني منك يا ابا. ربنا يخليك يا حبيبتي. هو هشام لسه نايم؟ لا هشام طبعا نايم، فين وفين عبال ما يصحى. على رايك. طيب انا هروح اصحيه لان عايزه في موضوع مهم جدا. طيب. اوعي تمشي. حاضر يا ابا. تمشي تروح فين؟ انا هخليها تمشي برضو. طيب عن اذنكم. طيب. اتفضل يا ابا. ايه رايك؟ ما شربتيش الشاي بتاعك؟ اتفضل. لا يا اختي اتفضلي انت. بالهنا والشفا يا حبيبتي. ميرسي خالص يا رقية. قولي لي يا رقية، ايه رأيك؟ أول ما يجي محمود ونصالحك عليه نخليه هو يمشي وتقعدي أنت معايا تقضي معايا بقية اليوم، أو على الأقل تغيري جو. لا يا أختي ما ينفعش، أصل أنا سايبة الواد لوحده. الله، أنت مش تقولي إنه مع والدتك؟ أيوه، بس أنا ليا غرض، يعني محمود لما يجي ما يشوفنيش هنا عشان أبويا يعرف يديله فوق دماغه كويس. يا ستي بسيطة، أبقى أخدك ونطلع أوضتي وأسيبهم تحت براحتهم. اللي تشوفيه يا أختي. منين يا شحتة بيه؟ خلاص بح، آخر تموين عندي خلص امبارح. مش مشكلة يا سيدي، نجيب تاني. بس بقول إيه يا هشام؟ أؤمر يا شحتة بيه، تحت أمرك. أنت اتصلت بالخواجة بتاع اليونان؟ خواجة بتاع اليونان؟ اتصلت بيه، بس هم قالوا لي إن هو بيعمل صفقة قلماطة في الصين، فأنا قلت لهم أول ما يوصل يتصل بيا على طول فورا. ما تقلقش ما تقلقش. لا لا مش قلقان ولا حاجة. طب معلش مش مهم، المهم ان احنا نأجل الصفقة دي شوية. نأجلها؟ ليه؟ اصل السيولة اللي تحت ايدي دلوقت محتاج لها علشان انهي مشروع 6 اكتوبر في اسرع وقت، وكمان انت عارف الوديعة اللي عملتها باسم اختك اثرت شوية، وعموما تأجيل مشروع الكلماتة ده مش هيزيد عن شهرين 3 أو 4 بالكتير، اكون انا خلصت من مشروع 6 اكتوبر وظبطت نفسي، والرصيد يا حبيبي يكون زاد، وساعتها بقى بدل ما نعملها بمليون نعملها ب2 مليون. ايه رايك يا عم؟ كده طيب. ايه يا اختي مالك؟ رؤية مالك؟ مش عارفه بطني بتتقطع. يا ستي عمامي الحقونا. انا مش تهان في ايه؟ خلي ماما بسرعه تروحي بيهم بره. سلام عليكم. يا رب استر يا رب، سترك يا رب. انا نفسي اعرف الحاله اللي جات لها دي جت من ايه. دلوقتي هنعرف كل حاجه يا ليلى هانم. بس يا بنتي بس بلاش عياط بقى، بس بقى حبيبي. طمنا يا دكتور. الحمد لله كويس، انكم لحقتوها بسرعه وفي الوقت المناسب. طب والبيبي اللي في بطنها؟ اطمن يا شحاته بيه، هما الاثنين كويسين. يعني نقدر ناخدها ونروح؟ انا افضل تفضل هنا لبكره لحد الحاله ما تستقر، وكمان بالمره في ظابط هياخد منها كلمتين. ظابط؟ ليه؟ احنا اضطرينا نبلغ الشرطه مدام ليلى. تبلغوا ليه؟ لان مدام ميرفت لما وصلت كانت في حاله تسمم. ايه؟ تسمم؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الف سلامه ليكي. الله يسلمك يا ماما. كده يا ميرفت، كده يا حبيبتي، كده تخضينا الخضه الكبيره يا علي. الالم يا شحاته كان فظيع، مش فاهمه انا التسمم ده جالي من ايه.
حضرتك اللي ممكن تقولي لنا. فكري يا حبيبتي، افتكري كويس، شوفي انت كلتي ايه. يا جماعه ما كلتش حاجه ابدا، ده احنا حتى ما لحقناش الفطار. بالظبط، انا ما شربتش غير فنجان شاي. والشاي هيكون فيه ايه يعني؟ ده انت اللي عملتيه بنفسك، لان امين افندي كان بره ساعتها، ومن نفس البراد انا شربت منه، ورقيه بنتي كمان شربت منه، مش كده يا رقيه؟ ايوه يابا. اشمعنى انت بقى اللي هيحصل لك تسمم منه؟ اشمعنى انت؟ اكيد اللي حصل لك ده من حاجه تانية وانت ناسي. لا لا، انا اصلا من ساعه ما صحيت ما نزلش معدتي حاجه خالص غير الشاي، انا متاكده. حضرتك اللي عملت الشاي بنفسك؟ ايوه. وما كانش في حد في المطبخ من الشغالين ساعتها؟ لا، وحتى لو في حضره الظابط، معقول حد من الشغالين يفكر يسمم بنتي؟ احتمال يا مدام. طب ليه؟ لان اللي حصل ده يا استاذ مؤكد انه حصل بفعل فاعل. فعل فاعل؟ التقرير اللي وصلني بيؤكد ان الماده السامه اللي كانت في معدتها كانت ممزوجه بالشاي اللي شربته، وده يفسر ان في فاعل دسلها السم في فنجان الشاي بتاعها بالذات، بدليل ان حضرتك وبنتك شربتوا من نفس الشاي من غير ما تتاثروا. وده مين اللي ممكن يحط السم في فنجان الشاي بتاع بنتي؟ معنى كده ان في حد عايز يموت بنتي. انتوا بتتهموا حد؟ بتتهموا حد ولا لا؟ لا. انا لو اطول اذبحك. عايزه تموت الست واللي ببطنها يا بنت. معقول برضه رقيه تعمل حمله زي دي؟ ما انا برضه في الاول قلت كده، لكن لما شفت نظراتهم ليها وعينيها المكسوره شكيت. انت عارفه يا بنت العامله اللي كنت هتعمليها دي توديكي فين؟ توديكي السجن. سجن يا صبري. ايه ده بس يا بابا؟ اتفضل اقعد. يا ساتر يا رب. ايه ده بابا؟ اتفضل يا بابا. انا مش مصدق ان اختي تعمل حاجه زي دي. مش مصدق ليه وانا جايب حاجه من عندي؟ ما هي قدامك اهي، سالها يا اخي. انت يا رايه اللي عملت كده؟ سامحوني، اعملوا معروف غلطه. غلطه؟ اعترفت، واعترفت لي واحنا جايين في السكه انها هي اللي حطت السم في الشاي. استغفر الله العظيم، عايزه تموتي روحين يا بنتي. ده كوف. ما كنتش اعرف ياما ان هو سم، ما كنتش اعرف. منك لله يا محمود. محمود؟ ومحمود ماله مال عامله زي دي؟ هو اللي خلاك تعملي كده؟ ما قاليش ان هو سم، قال لي هينزل بس اللي بطنه. سمعت يا حاجة؟ سمعت يا دكتور؟ أختك وجوزها باعوا نفسهم للشيطان. أستغفر الله العظيم. غلطة، غلطة جهل يا أمّا. سامحني يا أمّا. أبوس إيدك، سامحني. سامحك؟ ده أنا لو طلت أقطعك أنت وجوزك حتت كنت قطعتكم. وبعدين مش عايز أشوف خلاقكم هنا، البيت ده محرم عليكم. ولو شفت جوزك في الشركة هقطع رجله. يا احوى. لا يا وعي يا وعي. طب انا ذنبي ايه بس يا اخواني؟ انا ذنبي ايه؟ يا شحاته شحاته. انت طالب؟ نعم يا سي محمود. هلا فين الشقه اللي طالبه من الصبح؟ خمسة واجي لك بالمطلوب. تعالى هنا، ده عاشر مرة من ساعة ما ضربت الشاي تقول لي خمسة واجي لك بالمطلوب. عمال توزع الشاي على مخلوق ربنا وانا من بسألك تقول لي خمسة واجي لك بالمطلوب. هو في ايه؟ بصراحة يا سي محمود انسى. انسى؟ انسى ايه؟ يلا فهمني ايه العبارة. العبارة بصراحة ان المعلم حطك في البلاك ليست. ليه؟ لانك ما بتدفعش ولا بنشوف منك لا ابيض ولا اسود. ايه الكلام ده؟ انا ما تفهمني المقصود. انت لسه ما فهمتش؟ لا ما فهمتش. بصراحة حسابك تقل والمعلم استعوض ربنا فيه. يعني ايه؟ هيبقش عليا؟ لا يا حبيبي، ما حدش يبقش عليا. روح قول للمعلم بتاعك كده، لو له قرش هاخده مني 10. امتى؟ حين ميسرة، لما تفرج، اما الاقي شغل. لما تلاقي شغل ابقى تعالى. الله 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 الله. انا اتحط في البلاك ليست عشان ما معيش من صاحب القهوة؟ لا ده حصلت ليه كده؟ طيب ما كلنا بتمر علينا ظروف، صح؟ صح. اشرب الشاي. الله، ما كلنا ساعات بيبقى معانا وساعات بيبقى معاناش، وربك رب عطا بيدي البرد على قد الغطا، صح؟ صح. ليه الناس تعمل في بعضيها كده؟ قال ليه الناس ما تستحملش بعض؟ قال دي القيامه قربت، صح؟ صح. اخوك ابن امك وابوك لو قلت له هات شويه تراب احطهم في عينه يقول لي بكام، صح؟ صح. حصلت. اللي هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله.
اخس اخس اخس. يا أم انا خايفه قوي على ابني لحسن بعدين يروح مني. يا بنتي استهدي بالله كده، انت بس امشي على كلام الحكيم، اديله الدواء في مواعيده هيبقى زي الفل. يا اختي ياما شفت وانتوا صغيرين منك انت واخوكي. يا أم بس من ساعه ما خد الدواء وهو على طول نايم. يمكن وهو نايم كده احسن يستريح. قومي ردي على التليفون. لا ردي عليه انت اللي يكون ابويا. ابوكي؟ اه انت عارفه من ساعه اللي حصل مش طايق يسمع صوتي. يا اختي ابوكي ايه ده، ابوكي الوقت بقى الاربع اشهر لا بيجي ولا حتى بيسال علينا في التليفون. الو؟ لا يا اختي لا لا، النمره غلط. هلا ابوكي قال ده، ابوكي من ساعه عملتك السودة اللي عملتيها باسم محمود وهو زي ما يكون حلف ما يهوب ناحية بيتنا، حتى مصروف البيت بيبعته ايه لما رجب يروح له يديله مصروفه ومصروفنا، ودي وش الضيف. انا مش عارفة بس ازاي طوعت محمود في العملة دي. الشيطان يا بنتي لعب بيكو وطوعتوه. يا ريتني ياما ما طوعته، يا ريتني ما سمعت كلامه. قلت يا ريتني بقى، دي خلاص لا بتقدم ولا بتأخر، اللي حصل حصل وخلاص. بقولك يا رقية. نعم ياما. هتفضلي يا اختي زعلانة من جوزك كده وغضبانة كتير؟ اعمل ايه ياما، مش طايقه اشوف وشه من ساعه اللي حصل. طب واخرتها، انت دلوقتي بقالك اربع اشهر ما هوبتيش ناحيه شقتك وسايبه جوزك عايش لوحده. يعني اسم الله هروح لجوزي والبيت على ايه؟ على هنا اللي كان معيشني فيه. اها دي عايش عواطلي من غير شغلانه من ساعه ابويا ما طرده. وبعدين كويس قوي ان انا عايشه عندك انا وابني بدل ما الهم يطولنا معاه. تكوني زهقتي مننا ياما. انا برضه زهق منكو. الله يسامحك، انا كل اللي عامله عليه خراب البيت. خراب؟ هو لسه ياما ما اتخربش؟ ما اتخرب واللي كان كان. الله يهديك يا اختي، قومي افتحي. حاضر. طيب يوه طيب، هي الدنيا طارت. محمود؟ نعم. الله يا رقايه، فبعد المده دي كلها تقديني بالوش الناشف ده؟ امال عايز نعمل لك ايه؟ افرش لك الارض رمل ولا اجيب لك مزيكه حسب الله؟ كده رقايه. اتفضل يا محمود. يزيد فضلك يا حاجه. ليه كده رقايه؟ هتبقي انت والدنيا عليا، مش كفايه الدنيا مداني قفاها؟ والله يا حاجه ما بيجيبني هنا غير وشك السامح ومقابلتك الحلوه ولهفتي على الواد شحات يا ابني اللي هو فين، انا مش شايفه. عيان وخد الدواء ونايم. ايه عيان؟ سلامته عنده ايه؟ ما تتخضش، ده شويه برد هيروحوا الحلو. هو فين؟ طب يا حاجه انا عايز اطمن عليه. عندك في الاوضه جوه نايم. ابني شحتوت ابني. ايه رقايه، ما تخلي يا اختي ريقك حلو شويه مع جوزي. هيجي منين ياما الريق الحلو وهي مرره العلقه من جواه؟ انت غلطانه، ان كان هو غلط انت ساعدتيه على غلط ووافقتيه عليه. ياما غشني، قال لي النقط دهيت عشان تنزل العيل من بطنها بس، مش سم يموتها. وفريدي تبقي برضه وافقتيه على قتل روح بريئه طاهره لسه ما شافتش الدنيا. هو السبب. استغفروا ربنا بقى، اياك يتوب عليكم واحمديه ان الحكايه جت لحد كده وما حصلتش نصيبه. سلامتك يا ابني، الف سلامه. ان شاء الله انا الواد سخن نار يا حاج، بس بسم الله ما شاء الله الواد نام وشه زي الملاك. طالع لك يا اخويا. النبي بقت تتريق عليا يا حاج، ابوس ايدك ابوس ايدك، سامحيني سامحوني كلكم، ده غصب عني يا جدعان. الراجل زقزوق العطار منك لله يا زقزوق، هو اللي اداني الازازه وقال لي دي اللي هتزحلق العيل، اتريها دواء صراصير كان محضره لواحده ست تانية. وزقزوق العطار بيعمل التراكيب دي كلها؟ ده له في كل شيء وكفه شيء واي شيء. يبقى خلاص لازم يقبضوا عليه ويحبسوه ويجرجروه ظروف كلبشات. كل ما افتكر العمله السوداء دي اللي احنا عملناها. خلاص يا بنتي بقى خلاص، اللي حصل حصل. اقعد يا محمود اقعد. حاضر. انت عامل ايه دلوقتي بقى؟ والله ما انا عارف اقول لك ايه يا حاجه، اخر ضنك، الواحد باكل طاقه وجوع 10. انا بعت التلفزيون. ايه بعت التلفزيون؟ امال يعني كنت اموت من الجوع يعني؟ مش اربع اشهر قاعد عواطلي لا شغل ولا مشغله بعد ابوك ما طردني؟ واحنا مالنا يا اخويا؟ ما تشوف لك شغلانه ثانيه وانت طول عمرك بتشتغل عند ابويا؟ الله اشتغل ايه يا رقايه؟ هرجع تاني اشتغل سواق بالاجره بعد العز والنغنغه اللي انا كنت فيه؟ لا انا راجل عندي كرامه، ما زلش نفسي للغريب ابدا واقول له شغلني. مش احسن يا اخويا من بيع التلفزيون؟ يا ريتها جت على التلفزيون. امال زعت ايه كمان؟ الثلاجه. يا لهوي. والمروحه. يا خرابي. إيه؟ يا بنت وبعدين الواد يصحى. اعمل ايه ياما؟ انت مش سامعه؟ بيبيع عفش بيتي ياما، بعت ايه كمان يا راجل؟ البوتاجاز. يا خرابي يا خرابي يا رؤية، يا فضحتك يا فضحتك وسط جيرانك وهم شايفين جوزك بيبيع عفش بيتي. استنى بس يشوفوا ايه وانا اهبل يعني هنزلهم جاره جارا مهارا؟ لا العفش كان بينزل سكيت يعني في السر من غير ما حد يشوفه. طب اسمعي انت ياما وقولي لي اعمل ايه؟ اشق هدومي ياما ولا ارمي نفسي من الشباك ولا اطلع عليهم سجاد؟ يا خرابي. النبي
اللي انا زرته وحطيت ايدي على شباكه، ان ما بطلتي ووطيتي حسك لكوني بنتي ولا عرفت. الله، ايه عايزه تفرجي علينا الجيران بجنانك ده؟ هو ياما اللي مجنني، هو اللي مجنني باللي بيعمله. خلاص بقى رقايه بقى، خلاص الله بكره نعوضهم باللي احسن منهم. منين يا فاله؟ انا اعوضهم منين يا فاله؟ يا بنتي هو ربنا بينسى حد؟ وبعدين انا عايزه اقول لكم ايه، اللي بيحصل لكم ده تخليص من ربنا للذنب الكبير اللي انتوا عملتوه انتوا الاثنين. ربنا بقى قادر يعفي عنكم ويسامحكم. اللهم امين يا رب يا رب، ربنا كرمنا جميعا خليها جمايل. خلاص بقى رقايه بقى، خلاص بقى اللي حصل حصل بقى، خلينا في اللي جاي. اللي جاي بعد ايه؟ بعد ما ابويا غضب عليا وعليك، بعد ما تسببت في قطع عيشك من عنده بايدك، بعد ما كان بياكلنا الشهد، بعد ما حرمني من الشقه اللي كان هيديها لي. ايه، حرمك من الشقه؟ ايوه، وله حق، بعد ما كنا هنقتل مراته واللي بطنها. منك لله يا محمود، منك لله. خلاص بقى رقايه بقى، احنا هنعيده، ما خلاص اللي حصل حصل. وبعدين عم مش حتى قلبه طيب، هينسى، انا عارفه. مهم دلوقتي قومي شوف لنا حاجه في المطبخ كده، انا كل احسن، انا جعان. يا دمك يا اخي، ليك نفس تاكل؟ الله يعني اموت من الجوع. ما طبخناش النهارده. مش مهم طبيخ، شوف اي حاجه، افتح التلاجة كده وجلويني بس ايدك هتعطر في اي حاجه. يلا رقايه، جعان جعان رقايه. انا ماليش نفس للاكل ومش هطلب اي حاجه. ايوه حبيبتي، بس انا جعان، اطلبي اي حاجه عشان ناكل مع بعض. قلت لك يا نديم ماليش نفس، وانت بالذات اللي سادت نفسي. انا يا حبيبتي؟ ايوه، عشان كل ما فتحك في موضوع الجواز تتهرب مني. انا لا بتهرب منك ولا حاجه، انا بقول بس ان احنا نعمل فتره خطوبه في الاول كام سنه كده، يعني على ما ندرس اخلاق بعض، وبعدين الجواز مسؤوليه، فمفيش داعي نستعجل. لا نستعجل، انا جاهزه من مجاميع. وبعدين يعني ما هو مش معقول بقى نفضل رايحين جايين ايدينا في ايدين بعض من غير جواز. حبيبتي ما احنا كده كويسين. لا يا حبوب، انا خاف على سمعتي كلام الناس، ده انا بابا وماما عرفوا ان انا بخرج معاك يقطعوني. نعم، بابا وماما؟ هو انت لسه عندك بابا وماما؟ ايوه، ربنا يديهم الصحه وطولة العمر، اصل احنا عيله معمره، مفيش حد في العيله بيموت اقل من 120 سنه. يا صبر ايوب. ايوه يا روحي، بس انت عارفه ان الجواز محتاج مصاريف، وانا اليومين دول ايديا مش طايله وما عنديش. انا عندي اللي يكفينا وزياده يا حبوب، انا عمري اتاخرت عليك في حاجه. ايوه بس واضح يا نديم انك عايز تتسلى، وانا ما بحبش التسالي. شوف بقى، يا تتجوزني والعصمه في ايدي يا بلاش. طب والعصمه تبقى في ايدك ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انا اللي ابقى مسكاك، مش انت بعد ما تقطب زهره شبابي تسيبني. لا فعلا برافو، بس صدقيني برضه مفيش داعي للاستعجال. انا بقى مستعجله يا نديم بصراحه، عاوزه اتجوز بسرعه عشان الحق اخلف. ايه تخلفي؟ طول عمري نفسي اخلف بيبي عشان يملى علي حياتي. قلت ايه يا حبوب؟ قلت كله بامره يا حبوبه. ايه رايك يا حبيبتي لو نسمي العيل اللي جاي حسنين؟ حسنين؟ اشمعنى يعني حسنين؟ على اسم جدي. اصل انت ما تعرفيش اسمي بالكامل، اسمي بالكامل شحاتة ابو العلة حسنين رجب. عشان كده سميت ابنك الكبير رجب. ايوه مظبوط. وعشان كده عايز تسمي اللي جاي ده حسنين على اسم جدك. اسم الله عليكي. ربنا يا حبيبي يقدرني ويحقق لك كل نفسك فيه. بس افرض يعني ما جبناش ولد، افرض جت بنت، هنسميها ايه؟ جت بنت نسميها رؤية. رؤية؟ اشمعنى رؤية؟ على اسم المرحومة اللي ماتت. اخسى عليك يا حبيبي، ليه بتقول كده؟ لأن التانية فعلا بالنسبة لي ماتت. طب ممكن عشان خاطري ما اسمعكش تقول الكلام ده مرة تانية؟ يا حبيبي انت قلبك طيب وأبيض وزي الفل وطول عمرك بتسامح، ودي مهما كان رؤية بنتك. انت اللي بتقولي الكلام ده يا ميرفت بعد اللي عملته فيكي. ايوه يا حبيبي انا اللي بقوله، لاني عذراها، حسيت بيها. لما حطيت نفسي في مكانها لقيت ان طبيعي ان الغيره تملأ قلبها من ناحيتي. ايوه يا حبيبتي، بس الغيره ما توصلهاش للدرجه دي يا سيدي. وانا سامحتها، اذا كان ربنا بيسامح يا حبيبي، انا اللي مش هسامح بقى. انت طيبه قوي يا ميرفت. اي ايه في ايه؟ ولا حاجه، واضح ان حسنين عمل حركه جامده شويه. طالع شقي زي ابوه. تعالى نقعد يا حبيبي. اقعدي انت، اقعدي 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 ارتاحي، انا هوصل لغايه هشام. تفتكري يكون صحي دلوقتي؟ متهيألي صحي بقى. طيب ما تتاخرش يا حبيبي. مش هتاخر عليك. طيب
هشام هشام يا هشام هشام ايوه شحطة ايه صباح الخير صباح النور ها ايه الاخبار اخبار ايه التموين تموين ما كان اخره امبارح يعني ايه ما معكش دلوقتي اي حاجه منين يا شحطة بيه ما كانش نعز طب ما قلتش ليه منين بقى قلت لا ما قلتش لا قلت بس حضرتك اللي ما خدتش بالك انا ما سمعتش يمكن ما تيجي تقعد واقف ليه اقعد ايه اخي عايزين نروح نشتري نشتري منين إيه؟ من الراجل اللي بتجيب منه من عند من البيس يا شحاته بيه ده انت نسي قوي إيه؟ انا قلت لك انه اتقبض عليه اتقبض عليه اه ريحته فاحت مسكوه طب والعمل يا هشام الله يا نسيب العزيز مفيش غير حل واحد الراجل بتاع حلوان نروح له بس ده غالي قوي يا اخي مش مهم يا اخي يلا بينا يلا ايه ده وانت هتيجي معايا ولا ايه اه طبعا هاجي معاك علشان ابقى قاعد في العربيه انا بستناك وب يا انت باين عليك واقع قوي 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 يا هشام قوي 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 طيب اغير هدومي بقى ونروح أروح. ولا اتغير ولا حاجه يلا بينا ماشي امشي كده ده كلام اه حلو كده قوي خمس دقايق بس اغير هدومي ما تاخرش عليا هو فاضل قد ايه؟ لا خلاص هانت بقول لك ايه يا شحاته بيه؟ ايوه لازم تعتمد على نفسك بعد كده في شراء التموين ايه ده وانت رحت فين؟ انا؟ لا انا خلاص نويت ان انا اسافر فكره الهجره زهزلت في دماغي تاني الله ليه كده؟ ما اخبيش عليك يا شحاته بيه قعدتي ما بقاش ليها لازمه وطولت اه على يدك بقالي اربع اشهر من ساعه ما قلت لي ناجل مشروع الكلامات صحيح انت بتديني وما بتبخلش عليا انما انا ما احبش اعيش عالي على حد هلا يا خبر ابيض ده احنا اهل يا اخي يا شحاته بيه انا بني ادم عندي دم واحاسيس صحيح انت جوز اختي ومفيش فرق ما بيننا انما ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله اه ايه عسل وايه بصل احنا المشروع بتاع الكلامات ده هنعمله هنعمله واذا كان يعني تقدر تكلم الخواجه في اليونان خليه يجي كده بقى يبقى انت ريحتني في صحيح ويبقى انا كمان اطنش فكره الهجره طب يلا سوق بسرعه طياره يا برنس جمدي قلبك لحسن ابويا يكون جوب انا متاكد انه مش هنا مفيش غير الست مربت بس هي اللي هنا لوحدها وتفتكر هترضى تقابلنا بعد كل اللي حصل يا ست دي طيبه وقلبها طيب وما بتشيلش قاسيه وبعدين لما تعرف اللي حصل لنا قلبها عرق اكتر وبعدين مفيش حل غير كده رايه في حل تاني مش عارفه بقول لك ايه ما تيجي نمشي يعني هنعيده تاني يلا ربنا يستر يا رب يا رب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ست مربت جوه موجودة نقول لها مين انا محمود جوز بنت شحاته بيه ودي جماعتنا بنته لازم اهلا وسهلا حصلت البركة بقول يا اخويا هو ابويا البيه مش موجود جوه مش كده لا مش موجود وصل مشوار مع هشام بيه اتفضل اهلا وسهلا لا مؤاخذة استهانه خير يا عم زاهر الست بنت شحاته بيه وجوزها سي محمود بيه عاوزين يقابلوا حضرتك رؤية عايزاني انا اخليهم يتفضلوا اتفضل ستنا ستنا وتجرسنا ربنا ما حرمنا منك ست مديرتنا العموم ربنا يخليك لينا يا رب اهلا وسهلا يا محمود اهلا بيك يا اميره بنت الامرة ازيك يا رؤية اهلا بك يا اختي الحقيقه انا جايه لك وشي منك في الارض خلاص بقى رقيه خلاص ست مربت دي بنت اصول قلبها عمر ما يشيل قاسيه واحنا جايين لغايه عندها اهو نستسمعها ونحب على ايديها كمان استغفر الله اتفضلوا جوه يا جماعه اتفضلوا اتفضلي اتفضلي زيد فضلك يا اميره يا بنت الامره ربنا ما حرمنا منك ابدا منى هانم لما اتكلمت ما قالتلكش تقول لي حاجه قالت لي ان هانم سعادتك اول ما تصحي من النوم تتصل بيها طب اعمل لي فنجان قهوه حاضر ماما ايوه يا مرتي رؤيه ومحمود مين اهلا وسهلا
اتفضلوا اتفضلوا. يزيد فضلك يزيد فضلك ويرجع البيت المحسين عمار يا رب، ربنا يديهم المحبة والإنسانية قادرة يا كريم. تشربوا ايه يا جماعة؟ لا انا ملوش لزوم. لا ازاي تشرب ايه يا رأي؟ كتر خيرك، في الحقيقة أنا جايلك في كلمتين وماشي على طول. تمشي ازاي يا رأي؟ مش تستني بابا لما يرجع؟ في الحقيقة أنا جايلك أنت بالخصوص، وكويس ان ست والدتك موجوده عشان تسمع كل الكلام اللي هقوله لك. هي كمان كلام ايه بقى ان شاء الله؟ يا جماعه انتوا مصممين ما تشربوش حاجه؟ ربنا يجعله دايما عامر استهانم، ويجعل دخلتنا عليكم دخلت هنا وسرور، ويعدي ايام الست مربت على خير يا رب، يثبت اقدامها ويجر عيالها قدامها ويرزقها بالذريه الصالحه. قادر يا كريم. من قلبك يا استاذ محمود؟ من كل قلبي والله العظيم استهانم ولينك على يمين. يا ست هانم احنا غلطنا في حقك، هو عملنا الشيء اللي يغضب الخالق والمخلوق، لكن ايه يا رؤية؟ ده انت كنت عايزة تموتي بنتي وتموتي اللي في بطنها كمان، ودي جريمة. بس انا وبنتي بقى عملنا بأصلنا ومرضناش نتهمك رسمي قدام البوليس. خلاص بقى يا ماما، احنا خلاص انتهينا من الموضوع ده. الموضوع ده مش ممكن يخلص ولا ينتهي الا لما تتأكدي من براءتي وتسامحيني على الغلطة الكبيرة اللي وقعت نفسي فيها. رؤية ملهاش ذنب والله يا ست هانم، ولا انا كمان، منه لله زقزوق. زقزوق؟ ايوه استهانم، زقزوق العطار. وماله زقزوق ده بقى؟ دي حكايه طويله ست هانم، حكايه جهل وظلامه مخ عدم المؤاخذه. اصل زقزوق العطار ده ايام رؤى ما كانت حامل اداني ازازه دواء وقال لي دي تثبت الجنين وتساعد الام على تغذيته. قلت اجيبه للست ميربت هديه، ما انا لو قلت لها ده ايه مش هترضى تاخده، هتقول علينا جهل عدم المؤاخذه. يوم ما رحت اخد الدواء ده ست هانم كان في زبونه واقفه عايزه دواء تاني، الله اعلم ده ايه. الازازه دي مسخه تلك القسط من الازازه دي، انا خدت الازازه التانيه من جهل يا ست هانم. يعني والله لا انا كنت اعرف ولا رؤيه كانت تعرف. وانتوا سماحتكم وطيبه اصلكم منعكم ان انتوا تبهدلوني، وده جميل شايلهولكم فوق راسي لغايه اخر العمر. انا اتبهدلت كتير قوي يا ست هانم، واتلطمت وشفت ايام اسود من قرون الخروب، يعني خدت جزات وزياده. وايه اللي مطلوب منا دلوقتي؟ العفو والسماح يا ست هانم، العفو والسماح. احنا طمعانين في طيبه قلبك وكرم اخلاقك، يا بختك عند ربنا ست ميربت لما تسامح من جوه قلبك وتوصل الرحم بين اب وبنته. الاب الحنين اللي عمره ما يسري، المره دي قلبه جمد وسع الكل، خرجنا انا وبنته من حياته نهائي. حتى الست الطيبه حماتي برضه خدها معانا في الرجلين، وده شيء ما يرضيش ربنا ولا يرضيكوا يا ست هانم. يا ست هانم انا ندمت وتوبت وعرفت ان الله حق، وكل اللي عايزاه انك تسامحيني من قلبك حتى لو فضل ابويا مقاطعني. ولو قلبك ما قدرش يسامحني انا يا اختي عذراكي عارفه ان عندك حق وحق كبير قوي. لو كان يرضيكي ان ابوس ايدك ورجلك انا مستعده. كفايه يا رأي كفايه، انا خلاص مسامحاك، انا نسيت كل اللي حصل خلاص. وانا مسامحانا استنى. خلاص بعد مجيتكم وكلامكم انا خلاص مسامحاكم من كل قلبي، ربنا يسامحنا كلنا. ميرفا انا مستنياكي فوق. الظاهر الست هانم الكبيرة مش مقتنعة بكلامنا يعني. لا ابدا، بس انت عارف بس قلب الام عندها حق يا اختي، هو اللي حصل ما كان شوية. على كل حال احنا كنا جايين عشان نستسمع حضرتك انت، والحمد لله. يا ريت بقى حضرتك تكملي جميلك وتكلمينا عن مشحات علشان نصفي الامور مع بخت من قدر وعف. ربنا يقدم اللي فيه الخير، والضفر عمره ما يطلع منها. يعني نتشجع ونروح نكلمه ان شاء الله. انا همهد لكم الموضوع وربنا يسهل. كتر ألف خيرك، الحقيقة أنا مش عارفة أقولك إيه. ما تقوليش حاجة يا رأي، حصل خير خلاص. يعني مسامحاني من قلبك؟ من كل قلبي. ده إيه الطيبة والحنان اللي انت فيهم دول؟ ده أنا كنت فاكرة أنك هتطرديها من برة برة أول ما شفتيها. معقولة يا ماما؟ أنا أعمل حاجة زي دي إزاي؟ واحدة جاية لغاية عندي عشان تعتذر لي أو ما تردها؟ أمال تشكريها؟ تحسسيها أن ولا كأن حاجة حصلت؟ ده لولا ستر ربنا كان ممكن تروحي فيها. والحمد لله يا ماما ربنا ستر. ولا انا برضو مصره ان اللي عملتيه ده غلط. يا ماما غلط في ايه بس؟ لان موضوع زي ده ما ينتهيش بالبساطه دي. ده احنا ما صدقنا ان شحاته رجله اتقطعت عن هناك بسبب الحكايه دي، وانت تنهي الموضوع كده على ما فيش. امال يعني عايزاني اعمل ايه؟ اطردها؟ ايوه تطرديها. طب ما فكرتيش في احساسها بقى وهي ماشيه من هنا مطروده؟ كانت هتمشي راضيه قوي لانها عارفه ان احنا كان ممكن نسجنها. وتفتكري يعني لو كنا سجناها كان ده هيرضي شحاته؟ بلاش، لو كنت طردتها دلوقتي برضه ده كان هيرضي شحاته؟ يا ماما اللي انت بتقوليه ده غلط، ده الغلط بعينه. شحاته لو كنا عملنا حاجه زي دي ما كنتيش هتلاقيه ما بيننا اصلا، دي مهما كان دي بنته. ايه ده يا بابا؟ مفاتيح شقتك يا دكتور ومفاتيح العياده. والله وجه اليوم اللي عشت وشفتك فيه متخرج وبقيت دكتور يا رجب، الف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا بابا، انا متشكر متشكر قوي. ها
وعروستك عامله ايه؟ فرحانه قوي والدنيا مش سايعاها. بابا نعم. كنت عايز حضرتك تقابل الدكتور هاشم علشان تبارك له لسلوى وبالمره نتكلم في ترتيبات الفرح. يا سلام، من عيني دي قبل عيني دي، كمان شويه هطلبه واحدد معاه ميعاد. وليا طلب تاني صغير عند حضرتك. اطلب شقه رؤيه. شقه رؤيه، شقه رؤيه موجوده وبتاعتها، بس بعدين يعني، لان انا عايز اشد ودنها شويه. حس كده بقى بعد اذن حضرتك طبعا تنادي على محمود وتخليه يدخل. هو محمود بره ومستنى على نار يا بابا. يا خبر ابيض، محمود يا ولد. تحت امرك يا باشا، تحت امر حضرتك يا باشا. ايه نعم، ايه مالك واقف كده ليه؟ لا يعني بصراحه انا مكسوف يعني، ومش عايز اخش لما حضرتك تاذن لي وتسمح لي. يا سلام يا سلام على الادب والاخلاق ونعم الذوق والتربيه يا ولد. شايف جوز اختك يا رجب؟ شايفه؟ شايف محترم ازاي؟ لا، واللي يسمع كلامه كمان وهو بيتكلم يقول عنه مفيش بعد كده ولا فيش زيه. انما الحقيقه يا ابني عكس كده خالص، زي التعبان، طري وناعم ودافي لكن قرصته والقبر. خلاص بقى يا بابا، المسامح كريم. وهو انا لو ما كنتش سامحته كنت ارضى ابص في وشه بعد عملته السودة دي. المهم تعال هنا يا زفت. تحت امرك يا باشا، تحت امرك. خلاص خلاص، نظفت نفسك؟ الحمد لله. انا اقصد نظافتك من جوه يا ابو قلب اسود. الحمد لله نضفت على الاخر يا باشا. وديلك لسه ناوي تلعب بيه؟ قطعته ومش هلعب بيه بعد كده ابدا يا باشا. ولسانك؟ ربطته بسلسله وقفلت عليه بقفل، مش هيتفتح الا بالكلمه اللي ترضيك. وعينك؟ واحده على شغلي والتانيه على بيتي. وبس؟ وبس. اتفضل روح على مخزن الشركه اللي في العباسيه وما تتحركش منه الا باذن. عينيا يا حضرتك. تعالى. تحت امرك يا باشا. ابوس ابوس. بلاش القوانطه دي بقى، انا ما تخشش عليا الحاجات دي. حاضر حاضر حاضر. قبل ما تروح المخزن عدي على حسن افندي، هتلاقي فلوس ليك هناك، روح خدهم وما تورينيش وشك الا لما عوزك. حاضر حاضر. الهي ربنا ما يحرمنا منك ولا من خيرك سعاده الباشا. بس كان يا ما تنطق يا واد. رؤيه يعني بره يا بابا. رؤيه هي جت معاكو؟ انا جبتها معايا علشان تستسمحك وترضى عنها. ادخلها ادخلها يا باشا. خلاص خلاص، روح عند اهلها خليها تخش وانت امشي على طول. انا يا حاضر. يلا. حاضر. ربنا ما يحرمنا منك. حاضر يا باشا. سامحني يابا، ابو سرعتك يابا، ابو سيدك يابا، سامحني يابا. خلاص يا بنتي خلاص خلاص، المسامح كريم. صباح الخير يا حسن افندي. فوقي يا هانم. مساء الخير يا هانم. مين؟ نادين؟ عاش من شافك. معلش أصلا كان عندي شوية أشغال كده بخلصها، والحمد لله انتهيت منها، وحاليا بدرس مشروع أعتقد أنه هينجح قوي. ربنا يوفقك. مرسي قوي يا حبيبتي. حبيبتك؟ طبعا حبيبتي، وهتفضلي طول عمرك حبيبتي. بس ده كلام ما يصحش أنك تقوله يا نادين. ليه بس يا حبوب؟ لأنك عارف أن احنا خلاص علاقتنا انتهت ببعض. أيوة عارف يا حبيبتي عارف. طب إيه اللي جابك دلوقتي عشان تقولي الكلام ده؟ اللي جابني دلوقتي اني حسيت اني مش قادر اعيش من غيرك. فوقي يا هانم، انا راجع لك تايب ونادم، وبطلب منك انك تسامحيني. انا لما سبتك يا هانم سبتك لاني ما كنتش كفء ليكي، لكن دلوقتي وبعد المشروع اللي هعمله ان شاء الله هبقى كفء لفوقي يا هانم. فوقي يا هانم، انا بطلب منك ومن كل قلبي ان احنا نرجع المايه لمجاريها ونتجوز. ايه بتضحكي على ايه؟ لان القدر لعب لعبته يا حبوب. انا خلاص هتجوز. ايه انت هتتجوزي؟ ايوه هتجوز، وهجيب الطفل اللي نفسي فيه. هارلاك يا حبوب. حتى انت يا فوقيه؟ يعني يا عم مجدي رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. انا مش عارف بس يا ربي هي ملطشه معايا كده ليه اليومين دول. فهمني بس ايه اللي حصل. الوليه القرشانه اللي اسمها فوقيه هانم يا سيدي، رحت لها النادي لاجئ تايب نادم راكع على رجلي واقول لها نتجوز، تقول لي ما عطلكش يا حبوب، انا خلاص هتجوز وهخلف البيبي اللي هيملى عليا حياتي. يا عم غريبه دي،
وما قالت لكش مين اللي هتتجوزه؟ هيكون مين يعني غير واد صايع ضايع جربوع من النادي اتلم عليها وكل عقلها بحلاوة. وانت ما عرفتوش؟ وانا هعرفه ليه الجربوع ده بس يا عم مجدي. احسن برضو. المهم ابو المجد ما لقيش معاك اخويا كده قرشين على سبيل السلف؟ نعم يا حبيبي. ايه؟ اصلا معايا جنيه واحد يتيم يوحد الله اهو. نعم يا اخويا احنا مش لسه اول الشهر يعني المفروض ان انت لسه قبض. لا يا حبيبي انا لا قبض ولا هقبض بعد كده. ليه بس؟ لانهم رفدوني. ايه رفدوك؟ رفدوني من الكوبانيه. رفدوني وباين فعني. طب بس 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 انت حاطل حناني جاتك داهيه وانت فقري زي حالاتي. رفدوني يا حبيبي لان ما كنتش بروح الشغل، ولما كنت بروح الشغل كنت بروح متاخر عشان طول الليل سهران معاك لوش الصبح في الحاجات اللي ملهاش لازمه دي. وقال انا جاي اقول ايه ان انت هتسلفني قرشين. نقبك طلع على شونه. والله زعلتني يا عم مجدي. لا ما تزعلش. المهم انت ناوي تعمل ايه بقى بعد ما رفدوك؟ والله مش عارف، انا كده بفكر في مشروع يمكن يجي من وراخي. مشروع؟ طب ما المشاريع عايزه فلوس يا عم مجدي. لا 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 هو انا ما قلتلكش، اصل في واحد قريبي من بعيد كلمته وقال لي ان هيمول المشروع. طب والحكايه دي قريب يا عم مجدي؟ قول ان شاء الله يمكن على الخميس اللي جاي تفرج ونتمم مشروعنا. طيب ربنا يوفقك. الله يخليك يا نديم. المهم قوم امشي انا بقى. ليه راح فين ما انت قاعد لسه بدري؟ يا دوب يا اخويا الايام السودة فايدتها النوم. على رايك. وانا كمان هنام. كده؟ طب ايدك يا خفيف. على ايه؟ على الجنيه. على الجنيه؟ ايه يا نديم؟ ده انا بقول لك داخل مشروع ومحتاج مصاريف. وانا داخل على مشروع مروح ومحتاج الجنيه حلو. طيب 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 سيبني بس اديهولك عشان احس ان انا عامل واجب يعني. طيب. اتفضل. بابا. السلام يا نديم. الله يسلمك. السلام يا صاحبي. انا نست وشرفت. متشكر يا حبيبي. مع الف سلامة. الو. ايوه يا روحي انا مجدي ودايما مجدي وعلى طول مجدي ولا مجدي الا مجدي. وحشتني قوي قوي قوي. طبعا يا روحي كل اللي اتفقنا عليها يتنفذ بالظبط وان شاء الله في ميعاده. بقولك وحشتيني. والله وحشتيني. ما عندكيش فكره انا لما بسمع صوتك بيحصل لي ايه. بتقطع من جوه. طبعا يا روحي ده انت صوتك احلى صوت في الدنيا، صوت الكروان. وعشان كده قلت يستحيل يستحيل انام قبل ما اسمعه. بعد ما سمعته هنام. هنام وانا مرتاح البال والضمير. انت من اهله يا حبوبه.